بمناسبة عيد الأم اختارت جريدة شؤون أن تحتفي بهذا اليوم كأول نشاط لها منذ بداية اشتغالها الميداني. اخترنا هذا اليوم لما يحمل من دلالة ومن ثقل ومن رمزية. اليوم عبارة عن ندوة فيه مداخلات من مختلف المجالات، الجانب القانوني، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي والسيكولوجي، وأيضا تجربة من التجارب الحية لأم تشتغل في مهنة الإعلام العلوي الصحفية فنة شكل علوي، إضافة إلى تكريم مجموعة من الأمهات اللواتي يكافحن من أجل لقمة العيش، اللواتي خرجنا للاشتغال بجد وبنكران للذات. اليوم حضوري مع جريدة شؤون في هذه الندوة حول الأم صمام التماسك الأسري هو للحديث عن التحديات اللي كتواجهها الأم العاملة بشكل عام، وكذلك الأم الإعلامية بشكل خاص، وهذه الخصوصية مستمدة من خصوصية المهنة بحكم أن المهنة هي مهنة المتاعب، هي مهنة ما مرتبطاش بالوقت، هي مهنة اللي كتاخد من الحياة ديال اللي كتمارسها، وبالتالي حاولت نقرب الحضور من بعض التحديات اللي كتواجهني، وحاولت نقول بأن أكيد المرأة كتواجه تحديات كبيرة والأم كتواجه تحديات أكبر بحكم أنها جزء من التماسك الأسري. وأكدت على واحد نقطة مهمة، هو أن يمكن تعتبر الأمومة واحد التحدي اللي هو كبير، ولكن هي أيضا واحد الطاقة اللي هي كبيرة للمزيد من العطاء. ومن هنا أكدت على واحد الأمر، هو أن الأم الإعلامية، أو أنا كأم إعلامية كنطلق من نفسي أنني في الوقت اللي خصني نكون قدوة للطفل ديالي، وكنحرص أنني نكون أفضل قدوة، أنا كنعتبر الطفل ديالي هو مصدر إلهام ليلي بدل المزيد من العطاء. وأكيد داكشي كينعكس على طريقة الاشتغال، لأنني كنشتغل على المواضيع اللي كتهم الطفل، كنحاول نشتغل على المواضيع اللي كتهم التماسك الأسري، ولكن من منطلق الأم الإعلامية. يعني كيكون الاشتغال ديالي بشكل أعمق، لأن كنحاول ما أمكن نوصل الصوت ديال الأمهات وديال الأطفال بحكم أنني عندي طفل. فشكرا جزيلا للشؤون لأنها أتاحت لي الفرصة باش نتقاسم مع الحضور هاد الأشياء اللي يمكن من خلال التجربة ديالي الخاصة، وكنتمنى أنها تكون تجربة مفيدة للحضور اللي كان معنا اليوم. حنايا في ضيافة الجريدة الإلكترونية شؤون بتنسيق مع المركز السوسيو ثقافي إكليل لعقد ندوة موضوعها الأم صمام التماسك الأسري. المداخلة ديالي كانت كتعلق بالجانب القانوني اللي كيهم المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة، سواء كانت أما حاضنة أم أما في وضعية خاصة. كنتمنى تكون هذا المداخلة بإذن الله مفيدة وقيمة وتنال إعجاب السادة الحاضرين، وشكرا جزيلا للجميع. أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شذا، يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعناه، فأنت عطاء من ربي، فلماذا أحيا لولا. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.